تحيا مصر. كثيرا ما يتمخض الزمان عن كثير من الحوادث الجسام، وتبقى دعوة مصر هي دعوة البناء والفوز والسلام. كانت مصر دائما أمة عظيمة، اليوم هي أمة صابرة مجاهدة، وغدا أمة ظافرة بإذن الله. شكرا لكل يد امتدت لتبني وتعمر في هذا الوطن الغالي، وتحيا مصر. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. كما تابعنا مع حضراتكم هذه الافتتاحات والإنجازات الكبيرة التي تنقل مصر نقلة نوعية. هناك العديد من المشروعات أعزائي المشاهدين التي نقلناها لحضراتكم على مدار أكثر من 4 ساعات، مشروعات تنموية كبيرة، هي مشروعات تعدد من البنية التحتية لهذا الوطن الحبيب. فهناك مشروعات في الكباري وفي المياه وفي الطرق وفي الإسكان، العديد من المشروعات أعزائي المشاهدين كنا معكم فيها. 30 كيلو، 25 من ناحية الدايرة، 25 من ناحية الدايرة، و 5 كيلو من اسكندرية الصحراء. ده كان مكان من أرض الخضر والسلاحة، ده كان محمد وزارة الخدمة المدنية. المقاسم اللي نقدر نعمل فيه البوابة بالعرض ده، لأن يعني كنا في أرض زراعية، كنا نزعنا ملكية كبيرة، صحيح هنتكلف كتير. سيادتك صدعت على نعمل البوابة على الطراز الفرعوني اللي يحاكي منطقة الجيزة. احنا في منطقه الجيزه، منطقه الاهرامات، اخترنا النمط الفرعوني. البوابه سته طبعا 14 حاره، الطريق اصلا 5 و5، عملنا 14 11 زائد 3 بحيث ان ما يبقاش في تكدس في داخل البوابه. طبعا البوابه سته مجهزه وكل حاجه فيها، سته منشات الخدميه اللي بتحتاجها الطريق، سواء اسعاف، سواء مطافي، سواء شرطه عسكريه. المباني حتى الاداريه الخدميه بتاعت اللي شغلوا البوابه خارج البوابه، في مقدم البوابه الناحيه دي في محطه الخدمه وتمويل السيارات الكامله الشامله اللي فيها كل المطاعم، فيها كل المحلات، فيها منطقه السيطره الامنيه، فيها مهبط، كل ما يحتاجه المسافر سواء في قبل البوابه من اتجاه اسكندريه او قبل البوابه من اتجاه الطريق الدائري. وهنكمل بقى سيادتك كل سيادتك البوابه طبعا بتاع برواش، احنا سيادتك الهيئه النسائيه عملت دي، وشركه الطرق عملت الناحيه اللي برواش الفرق الذكيه. البوابه سيادتك الثانيه اللي في الضبعه ان شاء الله زي ما وعدنا سيادتك باذن الله، هي وكمان محطات باذن الله يكونوا ثلاث شهور هنا خلصانين، ونفتتح الطريق للحركه من الدائري حد من الدائري الاقليمي حتى الضبعه. ولكن سيادتك الطريق النهارده بمجرد سيادتك الافتتاح هيتفتح من الدائري حتى الدائري الاقليمي. بس كده ان شاء الله. اه بالظبط كده. كويس. الارض دي بقى الارض دي طبعا سيادتك شايف ان فيها حفر كده، دي كانت سيادتك كانت محل الضغط اللي نكسر بيها الحزازات والكسرات بتاعت الزراعه بتاعت الخدمه الوطنيه. سيادتك بعد كده طبعا بين يعني هيتعمل في اي مشاريع استثماريه. سياده الوزير امبارح اثناء البروف امر ان احنا نعمل المنطقه بتاعت الافتتاح دي الى منطقه مطاعم ومنطقه فود كورت كبيره تخدم مسافر الطريق، انها منطقه فعلا حاكمه جنب البوابه في منطقه جميله يعني
ان شاء الله سيادتك شركه الدكتوراه هتحولها الى منطقه استثماريه خدميه تخدم حتى برضه المسافرين على الطريق ونستغل من مكانها في المنطقه. طبعا ليست منطقه محاجر، نقدر نكمل جزء منها المحاجر ثم نسويها لسطح الارض ثم تستخدم استخدامات استثماريه. طب احنا برضه هنسيطر على ال 2 كيلو دول؟ نعم. حتى الاراضي الزراعيه، هو الاراضي الزراعيه يزرع تمام، لكن انشاءات لا. هو سبق امر طبعا ان احنا كل ما هو تحت الكباري باذن الله سنتنسق مع رسوها قانوني وعلمي قبل ما ان شاء الله باذن الله بعد اللي احنا دخلنا تقريبا 8 كباري كلها تحتها منذ مستغل. الاجمالي الجزيره نفسها جزيره الوراق تقريبا سدك 3 كيلو ونص 4 كيلو كلها سدك كوبري وسدك، يعني امرت ان احنا ما نعملش ما ننزلش الكوبري على الارض ويطلع بيه تاني كطريق عشان ما نقطعش اتصال اراضي الجزيره ببعضها. صحيح. بس الجزيره متصله ببعضها وفي نفس الوقت نقدر نستغل تحت الكوبري ده. بس احنا هنشوف الوراق ايوه التعدي والبناء وكده، ولا الجزيره هتبقى عشوائيات مش كده ولا ايه؟ احنا فعلا طبعا الجزيره سيادتك امرت ولا واحد كان من اهلها كان يستاهل تعويض، ولكن سيادتك امرت ان نسميه تعويض اجتماعي علشان ندي للناس، هم طبعا الناس بعدين يدهم وقاعدين بقالهم فترات كبيره زارعين او بنين، فسيادتك امرت ان احنا نعوضهم وخدوا فعلا تعويضهم كامل متكامل، واللي كان سيادتك حتى يعني مش قادر يبني لحد ما يجيبوا التعويض سيادتك بقينا نديله فلوس ونبني له مسكن مناسب مكانه علشان يقدر سيادتك يقعد فيه ونستلم الارض، واستلمنا فعلا الجزيره والناس سيادتك تعاون معانا. استلمنا المحور بتاع المحور بتاع الطريق مش الجزيره، لا بقيت الجزيره فعلا بي فاحنا فعلا هنشوف الموضوع ده، لان احنا المفروض ان في قانون بيقول ان مفيش مباني على الجزر اللي موجوده في النيل. بالظبط. فنشوف الموضوع بالطريقه ديت يعني. تمام. جزر النيل عايز هتسمحوا بده يبقى في تخطيط متكامل وما تبقاش العمليه حاضر انت لما اشوف من الطرف فوق شويه كده يعني حرام. حاضر. شكرا. شكرا.